من المنهج في الاستدلال الإيمان بالمتشابه والمحكم من كلام الله تبارك وتعالى. بعض الناس إذا وجد المحكم أخذ به، وإذا وجد المتشابه أعرض عنه، وهذا خلل عظيم. والصحيح هو أن تعيد هذا المتشابه إلى المحكم. قال شيخ الإسلام ابن تيمية: والواجب حينئذ التمسك بالصريح المحكم ورد المتشابه إليه، ولا يجوز التمسك بالمتشابه ورد المحكم إليه. هذه طريقة أهل البدع، يعيدون المتشابه، يعيدون المحكم إلى المتشابه. النصوص في الصفات بينة ظاهرة، يعيدونها إلى المتشابه. فالواجب هو الإيمان بالمتشابه المحكم ورد المتشابه إلى المحكم. ستتبين لك المسائل.